حياة باتغير اليوم تقدمي نهار طويل باش نمشيو للمطار باش ناخدو باش ناخدو الطيارة باش نطلعو باش نمشيو للمباركمان المفازات تاع المطار يكونو متقيد ودرشني ودرشني سو ربي يوصلنا السلامات. الأربعة ونص هي تو طيارتنا تخرج الصبح. شوف تونس محليها يا خويا، والنظام والكونسيون بتاع الوقت محليها. أي بونجور، اليوم قدامي نهار كبير شهريج، اليوم قدامي نهار كبير باش نطور باش نمشيو للمطار الأربعة ونص. طب معرفش كانت نجم تشوفها. بغيف طول الأربعة ونص تاع الصباح يلزمني نمشي طول المطار باش نقيدو كل شيء. طيرتنا السبعة نمشي لأربعة ونص، شو معناتها؟ تبارك الله. بونجور سامح ديك لي بوتور. بونجور سامحكم بكري. بونجور كل شيء لو خرجت الورش الدنيا بيير الحق غاديك الدوبانوس باش يبدا في الممطر. تبدا في المطر كل شيء سحاب ومن بعد مطر وفازي. ان شاء الله صوتي واضح كي على العالي ليكوتور عملته حب يستر. حبيت نشري ميكرو وكفينيش الوقت، الوقت كفيني مش عم حد شيء. سو نوريكم تنوريكم الدش ونتعلمكم كل شيء. قابلوا واجه اخر لحظات مع البوت. بونجور لافي سبا وين هي تبشي اليوم مش مشي مع البحاش مش وصلنا طلع. اي وينك البحاش؟ هوني هاي نار هاي والله نفتح فوق. ها؟ هاي تصور يمشي يا احمد عطيه الله يبارك فيك. لا ولا تبي وين ما اسمع بوعنا نوصل للمطار احمد. بون تو وصلنا المطار باش نمشيو قصي عملنا قيدنا وتو باش نمشيو لمباركمون عطينا بس سي بون امور امريكا. بون هاني تو في اللي فري شوب العمر اللي نسمع بيه هاني جاي نهار ودخلت له انواع الشراب ساعة ما شاء الله. هذوما البرفان لي بارفان Thank you.
هذوما جو احمد خويا هذوما. يا احمد هاو جوك بازر او يتفرج. Bon, في صالة البالكون قعدت ننقز من الصالة لصالة نلوج على المناظر الطبيعية. هي البلاصة الوحيدة لقيت فيها شوي حشيش كي خضر كاو مع الفيو طيارة على الاخر من هنا. Yeah.